إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة الآن 7 صباحا. إخوة الإيمان والإسلام في بيت. نستيقظ في الصباح الباكر على صوت منبه الساعة، ثم ندخل بعدها في جو مشحون بالأصوات. إخوة الإيمان والإسلام فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة. ثم يخترق هذه الأصوات صوت يعلو عليها ويهيمن على ضجيجها، فيملأ أسماعنا بهجة وتنبت في قلوبنا ورود الأمل وزهور الروحانية. إنه صوت التلاوة بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. قال تقي الدين الصائغ: لما وصلت في القراءات على شيخنا ابن ناشرة إلى سورة الفجر منعني الختم، كأنه استصغرني على الإجازة. قال: فشق ذلك عليه، وجئت إلى شيخنا الكمال الضرير فعرفته، فقال: إذا كان الغد وجلس الشيخ خذ بيدي إليه. قال: فلما أصبحنا وجاء الشيخ أتيت الكمال الضرير فأخذت بيده من موضعه إلى عندي ابن ناشرة، فتحادث ساعة، ثم قال: أي الكمال، لما لم تدع هذا يختم؟ فقال: يا سيدي، الناس كثير وهذا صغير، والله يعلم متى ينقرض هؤلاء الذين قرأوا علينا. قال: فأمسك الشيخ الكمال وقال: اسمع، نحن نجيز من دب ودرج، عسى أن ينبل منهم شخص ينفع الناس ونذكر به، وما يدريك أن يكون هذا الغلام، وأشار إليه. قال التقي الصائغ: فوالله لقد كانت مكاشفة من الشيخ كمال الدين، فإنه لم يبق على وجه الأرض من أولئك الخلائق من يروي عنهما غيري. واليوم ترجع جل أسانيدنا في القراءات إلى الإمام ابن الجزري، وهو يروي عن غير واحد من أصحاب التقي الصائغ الآخذين عنه، والتقي يروي عن الكمال الضرير المذكور عن الشاطبي. وهكذا تكون نبوءة المقرئ لتلميذه القارئ ورعايته له حتى يستوي على سوقه ويكمل مسيرة الإقراء والتلاوة. أسروا قلوبا بالتلاوة فاهتدى للحق قوم أعلنوا التسليم صدحوا بآيات. يروي الشيخ علي الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية في وقته فيقول: كنت غلاما لا أزال أحفظ القرآن، وكان الشيخ محمد المتولي شيخا للمقارئ، وفي آخر حياته كانت وصيته لابن أخته حسن الكتبي أن يعتني بتحفيظ هذا الغلام القرآن، يقصد علي الضباع، وعلمه القراءات، وحول إليه كتبي بعد مماتي. قال الضباع: فكأن الشيخ كان يعلم أن سيتحمل هذا الغلام في مستقبل أيامه تبعات مشيخة المقارئ. في سنة 1922 للميلاد اجتمع القارئ الأستاذ محمد رفعت، وكان عمره 40 سنة، بالقارئ مصطفى إسماعيل، وكان عمره وقتها 17 سنة، في إحدى المناسبات. فقام الشيخ رفعت بتلاوة القرآن، وحينما انتهى أفسح مكانا للقارئ الشاب مصطفى إسماعيل ليقرأ، فانطلق مصطفى يتلو الآيات بصوته الذهبي وقراءته المتقنة الرائعة، حتى استنزع إعجاب الشيخ رفعت الذي حفزه على مواصلة القراءة مرة تلو المرة. فقرأ مصطفى إسماعيل يومها نحو ساعة ونصف الساعة، وحين أذن له الشيخ رفعت بختام التلاوة قام بتقبيله وهنأه قائلا له: اسمع يا ابني، أنا حأقول لك على نصيحة لو عملت بيها حتكون أعظم من قرأ القرآن في مصر كلها. أنت صاحب مدرسة جديدة ولم تقلد أحدا، وحباك الله بموهبتي حلاوة الصوت والفن التلقائي،
وأنت ما زلت صغيرا في السن، ولكنه ينقصك أن تثبت حفظك بأن تعيد قراءة القرآن على شيخ كبير من مشايخ المسجد الأحمدي لتتمكن من التجويد وإتقان أحكام التلاوة. وهكذا كان الشيخ مصطفى إسماعيل أحد النبوآت الصادقة للمرحوم الشيخ محمد رفعت. الأمر نفسه الذي حدث مع الشيخ رفعت حدث مع الشيخ محمد الصيفي، الذي سمع عن شاب لم يتجاوز 30 من العمر يسمى كامل يوسف البهتيمي. خاض الشيخ الصيفي رحلة نحو بهتيم، حيث يقطن هناك الشيخ البهتيمي ويعرف، واستمع لتلاوته دون أن يخبره. وحين أيقن أنه أمام مشروع قارئ مجيد لصوت حسن وتلاوة عذبة، قدم له العرض السخي الذي غير حياة الشيخ البهتيمي ونقله نقلة كبيرة. اصطحبه معه إلى بيته في حي العباسية، وقدمه لجمهور القاهرة، وجعله من بطانته الخاصة. وحسنا فعل الشيخ، وحسنا تنبأ. فخلال فترة وجيزة ذاع صيت الشيخ البهتيمي وانتشر اسمه بين الناس، مما جعلهم يدعونه لإحياء الحفلات والسهرات القرآنية بمفرده. الشيخ الصيفي بدأ سعيداً بتلميذه الذي اكتشفه، فشجعه أكثر وحثه على مواصلة التعلم والقراءة. فكان التلميذ البهتيمي يصغي السمع لنصائح شيخه وتوجيهاته، وينطلق على وحي النصيحة المخلصة، حتى قيض الله له شهرة واسعة في أحياء القاهرة وضواحيها، وعرف بين الناس كقارئ له مدرسة خاصة وأسلوب مختلف في الأداء. وزاد الله عليه الخير الكثير والمال الوفير، فاشترى قطعة من الأرض بشارع نجيب في حي العباسية، وأقام عليه مسكنه، ثم استأذن من شيخه في الاستقلال شاكرا له حسن ضيافته وكريم صنعه معه رحمهم الله. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أحد أبرز القراء الكبار في مصر، ثاني من قرأ القرآن في الإذاعة المصرية بعد الشيخ محمد رفعت، وهو أول من سجل القرآن الكريم كاملاً مجوداً سنة 1958 للميلاد. كان الشيخ الشعشاعي محتفظاً بعلاقات ودودة مع كبار القراء في عصره، وفي بيته كانت تقام الندوات القرآنية، ويستقبل زملائه رفعت ومحمود البنا ومصطفى إسماعيل وأبو العينين شعيشع، حيث كان في ذلك الوقت رئيس رابطة القراء المصرية عندما أنشئت سنة 1946 للميلاد. كان صاحب نفس سوية لم تعرف الحقد أو الكره
لأقرانه، بل كان يشجعهم ويأخذ بأيديهم. قال عنه القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع: رفعة أستاذي والشعشاعي هو الذي سمعني لأول مرة في بلقاس وتنبأ لي بمستقبل كبير، وكان يتعامل معنا كقراء بمنتهى الحنان والعطف، ولا يفضل أحدا على أحد، وينفعل معنا أثناء القراءة كما ينفعل الجمهور تماما. المقرئ الشيخ خليل الرحمن قارئ، الذي ولد في كشمير سنة 1358 للهجرة الموافق لسنة 1939 للميلاد، ويعد رابع النخبة المؤسسين الذين شاركوا في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية سنة 1382 للهجرة الموافق لسنة 1963 للميلاد. وقد حفظ القرآن الكريم على يديه عدد ليس يحصى من أبناء مكة والمدينة، فكان رحمه الله يهتم بهم ويرعاهم ويبذل وسعه في تعليمهم التجويد وأحكام التلاوة. ومن أبرز الطلاب الذين تخرجوا من حلقته القارئ الشيخ علي عبد الله جابر، حينما سلمه أهله إلى الشيخ خليل الرحمن وكان عمره أنذاك 11 سنة، وأخبروه بأنه يتيم الأب، فعطف عليه الشيخ قارئ واهتم به حتى أصبح علي جابر بصمة صوتية في تلاوة القرآن ونغمة كانت ترن بين جنبات الحرم المكي وأساطينه. ومن طلاب الشيخ خليل القارئ أيضا يبرز لنا القارئ محمد أيوب، الذي لم يمر أحلى من صوته في المسجد النبوي أكثر من 40 سنة، بل كان الشيخ قارئ يشجعه ويدعو له. وحينما أما الشيخ أيوب المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي سنة 1410 للهجرة الموافق لسنة 1990 للميلاد قال: وكانت تنتابني رهبة شديدة كلما وقفت في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أخشى ألا أقوم بالمهمة على الوجه المطلوب، وسألت الله تعالى أن يثبتني وأن أقوم بالمسؤولية الملقاة على كاهلي. وقد كان شيخي الشيخ خليل قارئ في تلك السنة خارج البلاد، فكان يستمع إلى قراءتي عن طريق المذياع ويتصل بي يوميا ويدعو لي، كما تخرج من حلقته أبناؤه الشيخ محمد الذي اشتهر بتلاوته للقرآن الكريم في صلاة التراويح بالمسجد النبوي ومسجد قباء، وكذلك ابنه محمود إمام جامع القبلتين والمشارك في إمامة المسجد النبوي، وكذلك ابنه أحمد الذي توفي رحمه الله تعالى، ورحم الله الشيخ خليل الرحمن قارئ. أسروا قلوبا بالتلاوة فاهتدى. قراء روى تاريخ حياتهم جمال أصواتهم، فأحببنا تلاوة كل منهم،
مع أنها تلاوة لم نسمعها. وكرموا تكريما على مر الزمان عظيما وتحملوا. أن تتلو القرآن بالليل والناس نيام ولا تدري من بينهم قائم يصلي، فيكون القائم الذي يصلي رسول الله يسمع صوتك يسأل عائشة: هذا صوت فلان؟ فتجيب: نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له. أي شرف بعد هذا وأي فوز! تلك كانت حال الذي سمعه الحبيب، تلك كانت حال عباد بن بشر الذي لم يتح لنا أن نسمع تلاوته. سمع عباد بن بشر يقول: رأيت الليلة كأن السماء فرجت لي ثم أطبقت علي، فهي إن شاء الله الشهادة، فاستشهد يوم اليمامة. دنيا وذي أصواتهم بقيت خلودا في الدنا ونجوما، أنس القلوب تلاوة يشدو بها صوت يزيح عن القلوب. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.